اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن السيل سايكل. بكل بساطه، الخليه لو هي مش في حاله انقسام فهي بتحضر نفسها للانقسام. انقسام الخليه مهم جدا عشان الجروث بتاع الجسم، وفي نفس الوقت لو حصل عندي اي ووند في الجسم فالهيلينج هيحتاج انقسام للخليه. انا متوقع ان من انقسام الخليه ينتج عندي خليتين تو دوتر سيل شكل بعض في كل حاجه، في الشكل الخارجي بتاعهم وفي نفس الوقت كمان في الماده الوراثيه بتاعتهم. يبقى اذا الانقسام بتاع الخليه او السيل سايكل النواتج بتاعته هتكون خليتين شكل بعض فيزيكالي الشكل الخارجي، والسيلر اورجانيلز اللي موجوده جوه الخليه، وفي نفس الوقت كمان في نفس كميه الدي ان ايه اللي موجوده في كل خليه. فبالتالي عندي الخليه لو هي مش في حاله ميتوزيس، لو هي مش في الام فيز، فهي هتبقى موجوده عندي في الانتر فيز. انتر فيز يعني لو هي مش في حاله انقسام فهي هتحضر نفسها لحاله الانقسام. انا عندي كمان فيز اسمها سي فيز او سيتوكاينيزس. طيب بالنسبه للانتر فيز دكاتره، فهي اكتر من مرحله. المرحله الاولانيه فيها هي الجي 1، المرحله الثانيه هي الاس، والمرحله الثالثه هي الجي 2 فيز. طيب جي 4 جروس او جاب، انا عندي بعض الخلايا دكاتره ارستد ان جي 0. طيب هو الجي 1 اصلا بيحصل فيها ايه؟ دلوقتي انت هتحضر الخليه في الانترفيز عشان تدخل الميتوزيس، تنقسم لخليتين. فانت عايز تعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انت تكبر حجم الخليه وتضاعف السيلر اورجانيلز، وفي نفس الوقت كمان تضاعف الماده الوراثيه. ففي الجي 1 فيزا دكاتره انا هضاعف السيلر اورجانيلز وهكبر حجم الخليه شويه. طب بالنسبه للخلايا اللي هي ارستد في الجي 0، يعني ايه ارستد؟ يعني هي وقفت في الجي 0، ما دخلتش الجي 1 فيز. دي الخلايا اللي هي ستيبل سيل زي النيرف سيل اللي ما بيحصلهاش ايه انقسام. طيب خلاص الخليه يعني حصل دوبليكيشن للسيلر اورجانيلز الميتوكوندريا الكولجي اباريتوس، هدخلها بقى الاس فيز. الاس فيز ديت اختصار لسينثيسيس، دي المرحله اللي هيحصل فيها دوبليكيشن للدي ان ايه كونتنت او الكروموزومال كونتنت اللي موجوده جوه الخليه. فمنطقي جدا ان انا قبل ما اعمل دوبليكيشن اعمل تشيك، فانا عندي ان هو كده ريستريكشن بوينت، هفحص الدي ان ايه اللي موجود جوه الخليه. لو هو ميوتيتد مش هيعدي. البروتينات اللي واقفه في المكان ده هما البي 53، طبعا هو تيومر سبريسور جين مشهور جدا، والار بي. دي كده بروتينات واقفه بتعمل فحص الخليه. الميوتيتد سيل هتطلعها، مش هتعديها للمرحله الاس فيز. ليه؟ لان بكل بساطه لو هي عدت للاس فيز يا دكاتره ممكن تعمل لي كانسر يعني. طيب خلاص الخليه كانت كويسه وعدت من ريستريكشن بوينت، عند الاس فيز هيحصل دوبليكيشن للدي ان ايه بتاعها. بمعنى ان احنا عندنا جوه الخليه عارفين ان في 46 كروموزوم، تمام؟ كل كروموزوم هيحصل يعني هعمل منه 1 كوبي، فهيبقى عندي 46 كروموزوم برضو بالشكل ده، تمام؟ يعني دول برضو اسمهم 46 كروموزوم، ولكن كل كوبي من الكروموزوم ديت بقول عليها كروماتيد. فانا في المرحله ديت عندي ضعف العدد بس في شكل كروموزومات، ولكن عندي 92 كروماتيد. انا عملت دوبليكيشن ليه؟ عشان كمان شويه انا هقسم الماده الوراثيه دي بالتساوي ما بين الخليتين اللي هيتكونوا عندي. فاذا مرحله الاس فيز دكاتره هي المرحله اللي تم فيها دوبليكيشن بتاع الدي ان ايه كونتنت اللي موجود جوه الخليه. طب خلاص الاس فيز الخلايا تدخل في الجي 2 فيز او الجروس 2. في المرحله دي برضو الخلايا تبدا تجرو شويه، وفي نفس الوقت هيبدا يتكون عندي السنتريول اللي هيبقى موجود في القطبين بتوع الخليه عشان يكون الميتوتيك سبندل في حاله الميتوزيس دلوقتي. طيب انا عندي برضو ريستريكشن بوينت في الجي 2 فيز، يعني لو الدي ان ايه اللي موجود عندي ميوتيتد برضو البي 53 يعني هيعمل ايبوبتوزيس للخلايا ديت عشان ما تدخلش مرحله الميتوزيس. طب والله الخلايا كانت سليمه وخلاص مفيش مشكله هتدخل عندي مرحله الميتوزيس. والميتوزيس يا دكاتره بتكون من اربع مراحل، يعني هنختصرهم كده في بي مات. المرحله الاولانيه وهي البروفيز، في المرحله دي اول حاجه انا هعمل كوندنسيشن للدي ان ايه كونتنت اللي موجود عندي. انا في الاس فيز عملت دوبليكيشن للدي ان ايه كونتنت، انا هعمل هنا كوندنسيشن، بمعنى ان الكروموزومات موجوده جوه الخليه بشكل مفروض كده،
وده منطقي، لان انا لو حبيت اعمل ترانسكريبشن في اي وقت لازم يكون الدي ان ايه مفروض كده عشان يبقى اكسسبل. طيب بما ان انا هقسمه فانا عايز اصغر الكروموزومات شويه او اضغطها شويه، فبالتالي هعمل كوندنسيشن او هعمل هيتيرو كروماتين، يبقى عندي كده شورت اند كروموزوم. وفي نفس الوقت انا عايز اقسم الكروموزومات على التو بولز بتاع الخليه، يعني انا عندي في نهايه الميتوزيس هيبقى عندي خليه بالشكل ده وموجود هنا كده الميتوتيك سبندل وماسكه ايه الكروماتيدز بالشكل ده. فانا هشيل النيوكليار انفلوب، يعني هي كده دي كده النيوكلس موجوده جوه الخليه، يبقى انا عملت كوندنسيشن للدي ان اي كونتنت. والنقطه الثانيه كمان شلت النيوكليار انفلوب الغشاء بتاع النيوكليس اللي حوالين الكروموزومات. طيب عندي المرحله اللي بعد كده دكاتره هي الميتافيز، والميتافيز فور ميدل، بمعنى ان في الميتافيز بيحصل انا طبعا عندي السنتريولز، السنتريول هيروحوا للقطبين بتوع الخليه بالشكل ده هوت، وفي نفس الوقت الكروموزومات هتترصص في المنتصف بتاع الخليه في الميدل بتاع الخليه، ويبدا عندي الميتوتيك سبندل المايكروتوبيول تبدا تنمو وتبدا تمسك في السنترومير بتاع الكروموزوم. فين ان التو كروماتيد ماسكين في بعض كده بسنترومير، فهتمسك فيهم الميتوتيك سبندل وتبدا تشد كل سيستر كروماتيد في ناحيه من النواحي بتاعه الخليه في كل قطب من الاقطاب بتاع الخليه. ادخل بعد كده في التيلوفيز او سوري الانافيز، في الانافيز دكاتره بقى عندي خليه بالشكل دهوت في كل قطب من اقطاب الخليه فيه اللي هي السيستر كروماتيد، في كل قطب من اقطاب الخليه عندي نفس الماده الوراثيه. تمام، يبقى ده كده في الانافيز. طيب اخر مرحله عندي وهي مرحله التيلوفيز، والتيلوفيز ده دكاتره عكس البروفيز بالظبط، بمعنى ان انت في البروفيز عملت كوندنسيشن للدي ان ايه وشلت النيوكليير انفلوب، اعكس لي بقى الموضوع، اعمل لي النيوكليير انفلوب وافرد الدي ان ايه تاني. تمام، يبقى انا عندي في نهايه الميتوزيس دكاتره انا عندي حوالين اللي هو الكروموزومات دي كده بقى في نيوكليير انفلوب، بقى في نيوكليوس، وفي نفس الوقت بقى في كل قطب من اقطاب الخليه مجموعه كده متساويه تقريبا من السيلولر اورجانيلز يا دكاتره. جميل جدا. انا بعد كده عندي مرحله السي فيز او السيتوكاينيزس، ودي مرحله انقسام السيتوبلازم والسيلولر اورجانيلز، ودي اللي هينتج عنها خليتين شكل بعض تماما في الدي ان ايه دكاتره وفي السيلولر اورجانيزم. عشان كده طبعا احنا قلنا ان وظيفه السيل سايكل ان هي تعمل لي تو سيل ايدنتيكال في كل حاجه، في الدي ان ايه زي ما انا قلت وفي السيلولر اورجانيلز، عشان تساعد في الجروث بتاع الخليه وفي نفس الوقت عشان تساعد في الووند هيلينج. عشان كده الخليه دكاتره لو هي مش في حاله جروث فهي بتحضر نفسها للجروث. انتظرونا في الفيديوهات الجايه.